موقعكم المميز الحلو الفنتك الحلو الجميل الروع. تفضلوا معي. اشتقنا لكم صراحة وايد اشتقنا لكم. وينكم قاطعين عنا؟ مو مالنا خص. نتكلم صراحة جايين اليوم برنامج جديد طبعا يختلف عن البرامج اللي سويناها قبل والأفلام اللي سويناها قبل. برنامج حلو ومميز. وهذا البرنامج من أفكار وتأليف وإخراج مخرجنا حسن إبراهيم. واسم البرنامج راح يكون كلمة في كل جمعة. يعني سهل كلمة في كل جمعة. حلوة حلوة نفس الوزن كلمة وجمعة. يا سلام والله فنانين نحن. البرنامج راح ينعرض كل أسبوع حلقة. طبعا أنتوا راح تعرفون وتشوفون الحلقة. ما يحتاج أخبركم شو موضوع الحلقة. أبغاكم تتابعون معي وتعطوني تعليقاتكم. شكرا. أحمد أحمد شو تعال يا أخي أنت جالس هناك أنا أسطر أبوك. تعال ساعة شل الصوت بدا طفي طفي لما شل الصلب وطلع برا شو سوى بالصلب؟ شفتوا داخ ولا عبر حد ولا شاف حد ولا هم يحزنوا مع اني انا قدوة الياهل لانه شاف الغلط مني انا اللي بديت في الغلط ولازم انا اللي اتحمل ولازم اعرف شو الصح وشو الغلط. الحلول الحلول طبعا انتم تعرفون الحلول يا اني ما ادخن يا اني ما ادوخ في البيت يا اخر شيء صراحه انا هذا اهم شيء اللي دخل في مزاجي ودخل في مخي اني ما ادوخ قدام اليخان. نتريى تعليقات وشكرا. تابعونا في برنامجكم كلمة في كل جمعة على موقعنا شبابيات.com. Roll camera and action. Calabia Pictures. Yeah, представляю.